نحن الآن في طريقنا إلى منطقة وادي علاف. إن شاء الله أنها تكون رحلة ممتعة ونشاهد مناظر جميلة وخلابة. تابعوا. طبعا يقع وادي علاف جنوب مدينة صعدة من جهة الغرب، وأيضا تعتبر هذه المنطقة وجهة للسياحة الداخلية، ويشتهر وادي علاف بزراعة الذرة والعنب والرمان إضافة إلى تربية المواشي، وهو من أكثر الأودية وفرة في الإنتاج. سد وادي علاف بأجوائه الرائعة ومنظره الخلاب جعله قبلة للزوار. يأتون إليه الزوار من خارج المنطقة، وخاصة أيام الأعياد وأيام الجمعة. صراحة منظر جميل وخلاب، ولكن ينقصه وجود بعض الخدمات، البقالات والاستراحات. تخيل وأنت في الوادي وتجوع أو تعطش، ما تلاقي بقالة تشتري منها ما تسد به جوعك أو عطشك، مشكلة كبيرة. طبعا الاستثمار والاهتمام بالجانب السياحي غائب في البلاد بكلها للأسف. السد بعمق 40 متر وبطول كيلو متر تقريبا، يستفيد منه أصحاب المنطقة في ري المحاصيل الزراعية وكذا تغذية المياه الجوفية. الزيارة لا تكتمل إلا بركوب القوارب الصغيرة وشق عباب السد للتوغل إلى العمق ومشاهدة السد من زوايا مختلفة. المنظر رهيب جدا ومخيف في نفس الوقت لمن لم يعتاد ركوب المياه، خاصة وأنت تبتعد من ضفاف السد والجبال تحيط بك يمنة ويسرة. وصلنا السد في وقت متأخر، وعلى عجلة من أمرنا غادرنا سد وادي علاف، ولم نتمكن من التقاط المزيد من الصور للسد وللمنطقة.
تتميز قرى وادي علاف ببناياتها الطينية المبنية على الطراز الشعبي الفريد المتعارف عليه في المديرية الشرقية لمحافظة صعدة. جمال البيوت الطينية لا يضاهى، فهي تجمع بين البساطة والتراث، إضافة إلى أنها ملائمة لساكنيها في كل الفصول، حيث تمنح ساكنيها الدفء في الشتاء والجو المعتدل في الصيف. تبنى قوالبها من الطين محشوة بالتبن ليزيدها تماسكا. طبعا الطين ليس كأي طين، بل هو من نوع خاص، ويحتاج البيت إلى ترميم من الخارج في أوقات متفرقة، خاصة بعد نزول الأمطار. يستغل النحالين الأشجار المثمرة لوضع الأجباح بقربها لتكون غير بعيدة من مصدر الغذاء، ولتنتج أجود أنواع العسل الطبيعي والممتاز. حاولنا الحصول على المزيد من المعلومات حول طبيعة تربية النحل وكيفية اختيار المكان وتأثير ظروف الزمان والمكان على تربية النحل، لكننا لم نجد أصحابها. قالوا لنا أنهم غادروا المكان للتو لتناول وجبة الغداء. زيارتنا لوادي علاف كانت زيارة خاطفة ولم نوثق للأسف سوى جزء بسيط من المنطقة، ذلك بسبب ضيق الوقت ولأننا لم نتمكن من اختيار الوقت المناسب للزيارة. نتمنى منكم طرح الملاحظات للاستفادة منها في الفيديوهات القادمة. نلتقي في زيارة قادمة إن شاء الله. تحياتي.